الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، أيها المشاهدون والمستمعون، نأتي إلى أحاديث باب المساجد ومواضع الصلاة. سنة البدء بالمسجد بعد السفر، بهذا العنوان نبدأ قراءة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. حديث متفق عليه. يفيد هذا الحديث سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قدم من سفر لم يدخل بيته رأسا، وكان عامة يختار وقت الضحى للعودة إلى البيت، وقت الإشراق، المراد بالضحى الإشراق، وقد يتأخر بعض الشيء، ولم يكن يقدم ليلا حتى لا يشوش على أهل البيت نومهم وراحتهم. وكان إذا جاء من سفر يدخل المسجد أولا، يبدأ بالصلاة، يصلي فيه، ثم يجلس في المسجد للناس، لأنه لا توجد في البيوت ديوانيات كما تسمى في بلدان الخليج، أو أماكن لجلوس الضيوف والزوار. فكان صلى الله عليه وسلم يجلس للناس الذين يأتون يسلمون عليه ويقابلونه ويزورونه عند العودة إلى المدينة المنورة. وقد تكون مسألة أو قضية مهمة لابد أن يعرفها ثم يدخل بيته بعد ذلك، كانت هذه عادته الشريفة وخلقه ومراعاته لأهل البيت وللناس، وهي سنته المستحبة ينبغي الاقتداء به فيها، ولم يلزم بها الناس، يعني لم يلزم الناس بهذا العمل أنهم إذا جاءوا من السفر لابد أن يدخلوا المسجد أولا، ولكن يستحب ذلك خاصة للقائد، للإمام، للكبير، لسيد القوم الذي ينتظره الناس، وهذا الانتظار يكون في المسجد، ذلك هو الأفضل بدلا من أن يحتشد الناس في البيت عند عودته. فالأولى أن يجلس في المسجد، والناس يأتون في المسجد في الجو الإيماني، في مكان العبادة. والمسجد كان في الحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم مكان عبادة ومكان تعليم وتربية وتزكية ومكان استقبال للضيوف وإدارة للأعمال. كان المسجد يحتل مكان المكتب والمدرسة والبرلمان ومجلس الأمة، سمها بهذه التسميات أو بالتسميات الأخرى، الأعمال التي تتعلق بمصالح الأمة خاصة فيما يرجع إلى الإسلام، إلى خدمة الإسلام، إلى إعلاء الإسلام، إلى المصالح الإسلامية المختلفة، كان المسجد مركزا لكل ذلك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. هذا الحديث وكذلك حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، المراد بذلك الثوم والبصل، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. متفق عليه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا حديث متفق عليه، ولا شك أن الدفن إنما يتم في المسجد الطيني، أما إذا كان المسجد مبلطا ومبنيا بالمربر فهذا يحتاج إلى تنظيف المسجد بأي طريق مناسب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، أي لا تزال لا تنظف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هذا كذلك في المساجد الطينية، وإذا لم يكن هنالك على يساره أحد، فلا شك أن هذه إرشادات أدبية أخلاقية مهمة. وفي رواية أبي سعيد: يبصق تحت قدمه اليسرى، بشرط أن يكون المسجد طينيا، هذا يتعلق بمثل تلك المساجد. فهذه الأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أنس وحديث أبي ذر ثم حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، كل هذه الأحاديث وردت في المنهيات والمكروهات والمحرمات التي تخالف أحكام المساجد وآدابها وضوابطها. فليس المسجد للصخب والجلبة ونشدان الضالة برفع الصوت، يعني الذي ورد فيه النهي عن نشدان الضالة فهو في هذه الخلفية، بحيث يشوش على المصلين والذاكرين والتالين والمتعلمين، فمن فقد شيئا فليبحث عنه، والمسجد مفتوح ظاهر، ومن وجد لقطة فإنه حسب الضوابط الشرعية يعلن بنفسه. فالممنوع رفع الصوت لمثل هذه الأشياء التي لا ضرورة لها. أو اللفظ الذي ورد هنا ينشد ضالته معناه يطلبها برفع الصوت، هذا هو المنهي عنه، ليس البحث عنه، لأن النشد رفع الصوت، فمن يفعل ذلك فعلى المسلمين أن ينكروا عليه، لأن النهي عن المنكر مطلوب من كل مسلم، ومن الإنكار عليه أن يقال: لا ردها الله عليك. وليس المقصود الدعاء على المسلم بالشر، ولكنه طريق للإنكار وإبداء للامتعاض والإشمئزاز من هذا العمل، حتى يكون زاجرا له ولغيره من الناس. أما حديث جابر فيذكر ممنوعا آخر، وهو الدخول في المسجد برائحة غير طيبة،
حتى الأشياء المأكولة التي لم يحرمها الله تعالى بل هي من نعمه، إذا كان يوجد في الفم من تناولها رائحة مكروهة فلا يجوز دخول المسجد في هذه الحالة. فمن أكل الثوم أو البصل أو ما يكون في حكمهما لا ينبغي أن يدخل المسجد في هذه الحالة وفي فمه رائحة البصل أو الثوم، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي الناس كذلك حتى تذهب عنه هذه الرائحة. وإذا كان هذا الموقف النبوي من الأشياء الجائزة فما بالك بمن يستعمل السيجارة، بمن يستعمل السيجارة وهي مكروهة كراهة التحريم وضررها ضرر محقق ولا يجوز ما في استعمال ما فيه ضرر ولو كان هذا الضرر بطيئا، وكل ما هو في حكمها، فلا يجوز لمثل هذا الرجل أن يدخل المسجد وفي فمه رائحة السيجارة أو ما في حكمها، فهو حق بالمنع أشد وأكثر. وليس المنع منحصرا في دخول المسجد، بل لا يجوز إيذاء الناس أيضا بهذه الروائح الكريهة، فقد وقع في حديث أنس في الصحيحين فلا يقربن، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة من الثوم والبصل ويقاس عليه ما يكون فيه الرائحة المكروهة فلا يقربن، وورد في حديث وليقعد في بيته، وفي حديث أبي هريرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. فالمطلوب هو الاحتياط من إيذاء الناس وإيذاء الملائكة، ويقاس عليه من لا يتسوك فتكون رائحة كريهة في فمه، فلا يجوز له أن يأتي بهذه الرائحة إلى المسجد وفمه غير نظيف وغير مطيب. فالذي لا يتسوك وتشم من فمه الرائحة الكريهة، ومن يصاب بإهماله تنظيف الأسنان بمرض فساد الأسنان وانبعاث الروائح الكريهة منها كذلك لا ينبغي له دخول المسجد بهذه الرائحة. إذن معنى ذلك أنه لابد أن يحتاط، أن يحتاط بحيث لا تشم منه هذه الرائحة، إذا كان مريضا فليحتاط يأخذ بالاحتياط فلا يضر أي إنسان ولا يؤذيه ولا يؤذي الملائكة. فلينظر العبد المسلم أنه إذا منع من مجالسة الناس ودخول المساجد لرائحة الأشياء المباحة من الثوم والبصل وغيره التي لم يحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حكم الأشياء المكروهة والمحرمة التي تضر الفم والأسنان وتكره الرائحة ويتأذى بها الناس، حتى اضطرت الحكومات اللادينية إلى تخصيص أماكن خاصة للمدخنين في المطارات والمحطات والمطاعم والفنادق، لأنهم يؤذون الناس ويضرون. شيء عجيب جدا إذا كان الأمر كذلك، فمن الغريب جدا أن يستدل بعض العلماء بمنع هؤلاء الناس من دخول المساجد على عدم فرضية الجماعة أو وجوبها. سبحان الله، فلماذا لم يستدلوا على جواز ترك الصلاة لشارب الخمور السكرانين؟ ولماذا لم يستدلوا على خيار الإيمان والكفر وأنهما سواء لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ عقول عجيبة، عقول غريبة، عقول معكوسة. أما من استدل بهذا المنع من دخول المسجد من أهل الظاهر تحريم، من استدل بهذا الحديث على تحريم الثوم الحلال والبصل الحلال
فذلك لأن الجماعة فرض، فما يسبب تركها محرم، فهذه الأشياء محرمة. هذا كذلك استدلال بدوي إزاء نصوص الحل الصريحة، فالحلال حلال، والاهتمام بإزالة الرائحة مطلوب باستعمالها بعد الطبخ أو استعمالها قبل فترة من وقت دخول المسجد للصلاة، أو إزالة الرائحة بمطيبات ومنكهات هكذا. فلا ينبغي مثل هذه الاستدلالات المنكوسة المعكوسة البدوية الجلفة، لابد أن يكون الاستدلال قائما على الأدلة الصحيحة. وبقيت هنالك بعض الأحاديث إن شاء الله سيأتي الكلام عنها غدا إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.